السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيب في تحليل نص من نصوص المحور الخامس، إذا الحرية التعبير. طبعا في هذا المحور سوف ندرس حرية التعبير التي تشمل الصحافة وكذلك بقية الفنون، سواء كانت مسرحا، رقصا، غناء وغيرها من الفنون الأخرى التي تعتبر مجالا من مجالات تحقق حرية التعبير. إذا نقدم هذا النص، نصوغ موضوعه ثم نقسم إلى مقاطعه، وبعدها نشرع في تحليله ونشير إلى أهم القضايا التي ينبغي أن تبقى راسخة في الأذهان. إذا نحن إزاء نص نثري ذو طابع حجاجي لما توفرت فيه من تقنيات حجاج. إذا نص نثري ذو طابع حجاجي للكاتب المصري خليل صابت، مأخوذ من كتابه الصحافة مهنة ورسالة، صفحات 32 و36، وهو إذن يندرج ضمن محور حرية التعبير. موضوع هذا النص: أهمية الصحافة وواقعها في البلاد الديمقراطية والاستبدادية وحدودها. إذن الكاتب حاول في هذا النص أن يشير إلى أهمية الصحافة وكذلك إلى مقارنة بين واقعها في الدول الدكتاتورية أو الاستبدادية وكذلك في الدول الديمقراطية، مشيرا إلى أهم حدود هذه الحرية. المقاطع يمكن أن نقسم النص حسب إذن بنية النص الحجاجي إلى، طبعا ليس البنية وإنما مضمون الحجاج، إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول يمتد من السطر الأول إلى حدود كلمة الأخرى أي السطر الثاني، وفي هذا المقطع هنالك ما يسمى بالتمهيد، أي أن الكاتب قد حاول الإشارة إلى قيمة وجود الصحافة الحرة. بعدها يمتد المقطع الثاني من وقد أفردت إلى حدود السطر الثاني والعشرين، وفيه المقارنة، مقارنة واقع الصحافة في النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي. وبقية النص إذن قلنا إلى حدود السطر 22، وطبعا بقية النص كما قلنا هو إذن تقويم وإشارة إلى حرية الصحافة حق وكذلك مسؤولية ينبغي أن تلتزم ببعض القوانين والقواعد. نشرع إذن بتحليل المقطع الأول، أو أشير إلى عنوان النص: حرية الصحافة. إذا قلنا الحرية هي أن يفعل المرء ما يشاء دون ما الإضرار بحقوق الآخرين وحريتهم، والصحافة هي شكل من أشكال التعبير الكتابي الذي يكشف فيه الكاتب تصوراته مواقفه. إذا نحن إزاء شكل من أشكال الحرية وهي حرية الصحافة. نبدأ بالمقطع الأول وهو التمهيد. ليست حرية الصحافة وقفا على فئة معينة من الناس. تلاحظون أن الكاتب قد استعمل الجملة الاسمية وكذلك جملة خبرية منفية بالأداة ليس ناسخ، إذن يعمل عمل النفي. فالكاتب إذن ينفي أن حرية الصحافة وقفا على فئة معينة من الناس، أي أن حرية الصحافة حكر على فئة معينة والبقية إذن محرومون من ذلك. ضمنيا من خلال هذا النفي فإننا نتبين أن حرية الصحافة إذن حرية إنسانية شاملة أو حرية إنسانية مطلقة. إنها إذن تلاحظون هنا الخبر المثبت، هناك نفي في البداية وإثبات في يليه. إذا إنها موضع اهتمام الجماهير على اختلاف فئاتها أو طبقاتها. فحرية الصحافة إذا حسب ما يؤكده الكاتب هي شاغل يشمل جميع الناس بمختلف طبقاتهم، فئاتهم وانتماءاتهم، سواء كانت إيديولوجية أو سياسية. حرية الصحافة إذن ليست حكرا كما قلنا على فئة معينة، وإنما هي إذن من سمات الإنسان بصفة عامة.
وحرية الصحافة هي محصلة من محصلات حرية الاعتقاد. لاحظوا إذن، حرية الصحافة بما ارتبطت؟ ارتبطت بحرية الاعتقاد. فما معنى الاعتقاد؟ أي معجم ديني هنا. إذن حرية الصحافة جانب من جوانب حرية الدين، شيء ما به؟ شيء مقدس. فالصحافة إذن قدرة أو هبة مقدسة وهبها الإنسان، ولا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية لأنها تعكس إرادة الشعب. إذن هنالك الاعتقاد معجم ديني، وهنالك الديمقراطية معجم سياسي. فحرية الصحافة إذن حرية تدل على ممارسة المعتقد سواء كان ديني فكري أو غيرها، وكذلك تدل على الديمقراطية ومدى حضور الديمقراطية في ذلك البلد. فحرية الصحافة تكشف عن مدى ديمقراطية بلد ما. كيف ذلك؟ يعني ان تنوعت الصحف والكتابات الصحفية مثلا، فنجد صحفا دينية، صحفا فكرية، صحف كاريكاتيرية، صحف أدبية، وكل هذا كل صحيفة تعبر عن فئة وعن إذا قلة أو ملة، فإننا حينئذ نكتشف أن هذا البلد بلد ديمقراطي. أما إن كان ذلك البلد فيه صحيفة واحدة لحزب واحد لرئيس واحد فإننا أو ولمذهب واحد وفكر واحد، فإننا حينئذ إن خرجنا من الديمقراطية إلى ما هو عكسها، أي الديكتاتورية. إذن ويذهب بعض السياسيين إلى القول خير لنا أن نكون بلا برلمان من أن نكون بلا حرية الصحافة، والأفضل لنا أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على القوانين الضرائب على أن نحرم من حرية الصحافة. ذلك أنه في استطاعة هذه الحرية أن تعيد كل الحريات الأخرى. لاحظوا هنا إلى أهمية حرية الصحافة. إذن حرية الصحافة هي أهم من كل الحريات الأخرى التي يحياها الإنسان. لماذا؟ لأنك بحرية الصحافة تستطيع أن تقوم، وتستطيع أن تصلح، وتستطيع أن تعدل، وتستطيع القيام بكل تلك الحقوق. فحرية الصحافة تضمن لك كل الحريات الأخرى. إن أزيلت أو حرم الإنسان من حرية الصحافة فهو إذن آليا سيحرم من كل الحريات الأخرى. إذن الصحافة وحرية الصحافة قيمة ما بها؟ قيمة إذن مقدسة تضمن للإنسان إنسانيته. إن حرم الإنسان من هذه الحرية سلب قيمته. وإذن حرية الصحافة عند السياسيين وعند غيرهم أهم وأرفع وأعلى شأنا من بقية الحريات الأخرى، لأنها متنفس تمكن الإنسان من ماذا؟ من التعبير عن قيمته وعن حريته بكل راحة وبكل إذن مسؤولية إلى حد ما. واضح؟ فهي تترجم إرادة الإنسان وتترجم إذن قيمته. نمر إلى المقطع الثاني، وفيه طبعا الحجج التي اعتمدها الكاتب من أجل الكشف عن أهمية هذه الحرية من خلال مقارنة بين إذن حرية الصحافة عند الدول الديمقراطية والدول الديكتاتورية. وقد أفردت دول كثيرة في دساتيرها مكانة لحرية الصحافة، فإذا هنالك إقرار بأن بعض الدول أقرت في الدستور باعتباره أعلى نص يحكم البلد أن مكانة لحرية الصحافة. ومن ذلك دستور الجمهورية التونسية في بابه الثاني، باب الحقوق والحريات في الفصل 31، إذا كشف لنا ما يلي: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. إذن دساتير البلدان في مجملها أقرت بأهمية حرية الصحافة، ومن ذلك دستور الجمهورية التونسية.
غير أن، لاحظوا الاستدراك هنا، غير أن ماذا؟ غير أن جميع هذه البلدان وضعت قيودا على هذه الحرية في الأوقات غير العادية، وخاصة أثناء الحروب، ولم يشذ عن تلك القاعدة حتى أكثر الدول تعلقا بالحرية الشخصية. يعني حرية الصحافة حرية دستورية يعترف بها دستور كل البلدان تقريبا في العالم، لكن هذه الحرية إذن تلزم بقيود متى كانت هنالك حالات خاصة، حالات طارئة في بلد ما، وعلى رأسها إذن الحروب أو الأوقات غير العادية للبلدان لما فيه من مس للأمن القومي لذلك البلد. هنا إذن واقع حرية الصحافة في بعض البلدان ما بها إذن تشهد تضييقا في حالات معينة. سنرى هل أن هذا التضييق يشمل وقتا معينا فقط في كل البلدان، أم أنه يستغل هذا القانون لتكميم أفواه الصحفيين وللضغط عليهم من أجل عدم التعبير عن مواقفهم ولا إذن التعبير عن آرائهم. ومن جهة أخرى توجد دول ليست فيها حرية صحافة، إذن هنالك دول لا يوجد فيها أصلا حرية الصحافة. الدول الديمقراطية تكرس حرية الصحافة في الدستور وتعمل وتحرص على تطبيق هذه الحرية، وطبعا يستثنى من ذلك وقت الحرب وما يمس بالأمن القومي لذلك البلد. غير أن البلدان الديكتاتورية التي فيها النظام نظام استبدادي، نظام فاسد، نظام قمعي، ماذا تفعل؟ لا توجد فيها حرية للصحافة حتى في الأحوال العادية. إذن البلدان التي يكون فيها النظام مستبدا مثل إذن مصر اليوم أو غيرها من الدول الخليجية الأخرى التي إذن تكمم الأفواه بل وتقتل الصحفيين في سفارات بلدانها، هذا يدل على ماذا؟ قمع وشدة الجور والاستبداد والتكميم للأفواه لأنها دول ذات نظام ديكتاتوري. إذن التعليل لماذا لا يوجد فيها حرية صحافة، لأنها التعليل وهو من الأساليب الحجاجية، لأنها دول ذات نظام ديكتاتوري تقوم الحكومة فيها بالهيمنة الكلية على الصحف أو يقوم الحزب الواحد فيها بهذه المهمة. وهذا ما يذكرنا بتونس في الزمن البائد، حيث كانت هنالك جريدة واحدة هي جريدة الشروق، وهنالك تلفزة واحدة تونس سبعة، وهنالك إذن حاكم واحد، وهنالك متصرف واحد في الإعلام والصحافة. ومن هناك طبعا ينشأ زبالة الصحفيين وهم معروفون اليوم في هذا البلد. لماذا؟ لأن الحاكم مستبد ولأن النظام ديكتاتوري. فواقع حرية الصحافة إذن في هذه البلدان الديكتاتورية ما بها؟ إذن مخزن، واقع مزر فيه إذن تهيمن الحكومات والأحزاب على الصحافة وتقيدها. هذا إن لم نقل أن الصحافة غائبة غيابا كليا عن هذه البلدان. تقوم الحكومة فيها بالهيمنة الكلية على الصحف أو يقوم الحزب الواحد فيها بهذه المهمة. وقد طبق هذا النظام في إيطاليا، إذن يقدم لنا أمثلة هنا عن الدول والأنظمة والحكومات التي منعت حرية التعبير. إذن وقد طبق هذا النظام في إيطاليا في عهد الحكم الفاشستي، وفي ألمانيا خلال الحكم النازي. إذن ألمانيا وإيطاليا في فترة من الزمن في حكم هتلر وإذن موسوليني، إذن ماذا فعلوا؟ قاموا بتكميم الأفواه وأضحت الصحافة معبرة فقط عن رأي النازيين والفاشيين ولا غير، وكل من خالف ذلك إلا وقتل أو نكل به.
وقد كانت هاتان الدولتان تنكران حرية الصحافة إنكارا تاما، وتعتبران تقييدها أمرا ماديا واقعا وعنصرا هاما من عناصر كيانها، لأن هذه الدول تعتبر الصحافة ماذا؟ تعتبرها خطرا عليها، لأن الصحافة إذن لها صدى ولها أثر كبير في الناس، في المواطنين، في المتساكنين، لأنها تعبير عن إرادة الشعب في نهاية المطاف. ولذلك تسعى الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الفاشية إلى ماذا؟ إلى تقييد حرية الصحافة ومنعها إن لم تكن تخدم مصالحها. واضح؟ إذن نواصل. وإذا انتقلنا إلى مفهوم حرية الصحافة في البلاد الديمقراطية، إذن هنا سينتقل بنا إلى حرية الصحافة في البلاد الديمقراطية. قدم لنا حرية الصحافة في البلاد الدكتاتورية والتي رأيناها منعدمة ممنوعة، إذن إن وجدت فإنها خدمة لمصالح النظام الاستبدادي. أو الآن سيبين لنا هذه الحرية، حرية الصحافة في البلاد الديمقراطية الليبرالية التي يحكم فيها الشعب ذاته بذاته. ماذا نجد؟ وإذا انتقلنا إلى مفهوم حرية الصحافة في البلاد الديمقراطية الليبرالية التي تعترف صراحة بهذا المبدأ، إذن هناك إقرار في دستور هذه البلدان بمبدأ حرية الصحافة، نرى أن هذه الحرية تسبب مشكلات ليس من السهل حلها. إذن حرية الصحافة تسبب مشكلات لهذه الدول الديمقراطية، وهي التوفيق بين الحريات الفردية وبين ضرورات الحياة الجماعية والواجب المفروض على كل فرد بأن لا يسيء استغلال الحرية ليؤذي غيره. إذن متى كانت حرية الصحافة قد تحصلت على كامل حريتها، قد نال الصحفي عنان الحرية كما يقال، فإن ذلك يضحى خطرا على من؟ على البلدان وعلى العباد. لماذا؟ لأن هذه الحرية تستغل في إيذاء الغير. اليوم مثلا في تونس هو أفضل إذن تجسيد لحرية الصحافة مقارنة بالفترة البائدة. فماذا تلاحظون اليوم؟ اليوم هنالك في الصحف تهكم صريح على رؤسائنا، رؤساء الدولة، وكذلك تهكم واضح وجريء على رؤساء الحكومات وعلى الوزراء الذين كانوا لا يتجرأ أحد على المساس بهم أو قول كلمة سيئة فيهم. اليوم أضحوا إذن بين ظفرين يشلكون ويهانون في الصحف بكل حرية و بكل إذن صراحة. هذا إذن لا يبرر، هم فسد، هنالك من فيهم فاسد، لكن هذا رغم فسادهم لا يبرر هذا أن نفعل كل ذلك، لأن صورة البلد هي التي تمس، بل هنالك من شوها قصدا وعمدا وهو بريء براءة الذئب من دم يوسف. ومهما يكون نظام الصحافة حرا فإنه لا يمكن أن يصبو إلى حرية مطلقة. إذن هنا الكاتب ماذا يقر؟ يقر بأن حرية الصحافة ما بها ينبغي أن لا تكون حرية مطلقة، لأنها تضر ولا تنفع. ينبغي أن تكون هذه الحرية مسؤولة، وينبغي أن تكون هذه الحرية مقيدة ببعض القوانين والنواميس التي تمنع الإضرار بالآخرين. هذا أهم شرط من شروط حرية الصحافة وحرية التعبير بصفة عامة. إذن إن حرية الصحافة لا يمكن أن تطبق بلا قيد ولا شرط، وبمعنى آخر ففي ديمقراطية منظمة تنظيما صحيحا يجب أن تفهم الحرية وتمارس مع مراعاة المسؤولية التي هي نتيجتها والعامل الملطف لها. الديمقراطية إذن تحرص على تطبيق مبدأ حرية الصحافة، لكن ينبغي أن تكون هذه الحرية مقيدة ببعض الضوابط التي تمنعها من الوصول إلى معنى الفوضى كما هو اليوم في تونس. فأضحت إذن حرية مضرة لا حرية إذن ذات منفعة وذات قيمة.
ولا تتضمن دساتير البلاد الديمقراطية الليبرالية جرائم الرأي، إذن لا يوجد عقوبات لمن صرح برأيه في الصحف وفي المجلات، بخلاف الدول الدكتاتورية والممالك الاستبدادية التي إن عبر الصحفي عن رأيه فمآله السجن والتقطيع والقتل الموحش في بلاده أو في سفارة بلاده في أي دولة كانت. فمن حق الفرد أن يقول ويكتب كل شيء، ولكن على شرط أن لا يقذف في حق أحد أو يسبه وأن لا يضر غيره. إذن لاحظوا هنا حرية الصحافة بما ارتبطت، ارتبطت بماذا؟ بعدم القذف، أي عدم سب الآخرين بنعوت ليست فيهم، عدم السب ولا مضرة. حرية الصحافة يساوي تعبير نعم إلا قذف سب ومضرة للآخرين. هذه هي الحرية، هذه هي القيود التي تقيد حرية الصحافة وحرية التعبير بصفة عامة، هي عدم المس من الغير، عدم الإضرار بهم، وعدم قذفهم. هكذا إذن نصل إلى تقويم وتحليل المقطع الأخير في هذا النص. إن لاحظوا هنا وكأنه استنتاج، إن بأداة التأكيد، إن حرية التعبير انتقل إذن من حرية الصحافة إلى حرية التعبير باعتبارها إذن الأشمل والأعم. إن حرية التعبير لا تذهب هي الأخرى إلى حد تعريض أمن الدولة الداخلي أو الخارجي للخطر. إذن اعتراف الدول الديمقراطية بأن حرية التعبير لا ينبغي أن تمس بالأمن القومي للبلد، إذن أمر مقبول بالنسبة للكاتب. ولا تذهب كذلك إلى التحريض على اقتراف الجرائم حتى لو كان هذا التحريض قد جاء عن إيمان فلسفي أو ديني أو سياسي. حرية التعبير في فرنسا في صحيفة شارل إبدو هكذا إذن التي مست من مشاعر المسلمين مما نتج عنه جرائم إرهابية، يعني نتيجة لذلك الاستفزاز. فهذه هل هي حرية تعبير؟ لا. لماذا؟ لأنها مست من الآخرين وحرضت على ارتكاب الجرائم اعتمادا على إذن فكر ديني فلسفي سياسي استبدادي كذلك. فعندما تدرك الصحافة مسؤوليتها وعندما تفهم أنه لا توجد حقوق دون واجبات، تصبح جديرة بالحرية التي كفلت لها تحت شروط معينة. إذن حرية الصحافة ما بها؟ حرية الصحافة ينبغي أن تكون خاضعة لشروط، لأن الحرية المطلقة يمكن أن تكون لها نتائج سلبية من خلال الإضرار بالآخرين، من خلال السب، الشتم، الجرائم الإرهابية، التحريض وتعريض أمن الدولة للخطر. الصحافة ينبغي أن يؤمن الصحفي بواجباته وأن يؤمن كذلك بحريته. خلاصة كل هذا أن حرية الصحافة يساوي ماذا؟ يساوي حرية مع مسؤولية. إذا نصوغ تأليفا لهذا النص، بيّن الكاتب في هذا النص أهمية الصحافة عندما تكون حرة، هذه مسألة أولى. كذلك كشف لنا أن حرية الصحافة هي حق لكل إنسان، هي قيمة إنسانية في كل المجتمعات، وهي إذن أهم حق من الحقوق التي ينبغي أن يطالب بها الإنسان، لأنها هي الأكثر تعبيرا عن إرادته. حرية الصحافة في الدول الديمقراطية مكفولة بالدستور، في حين أنها في الدول الدكتاتورية منعدمة بالأساس. حرية الصحافة حرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة مقيدة بضوابط أهمها عدم المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، عدم الضرر بالآخرين ولا إذن سبهم ولا قذفهم بعبارات نابية موحشة. حرية التعبير أو حرية الصحافة هي حرية مسؤولة وواعية. شكرا لكم، أرجو منكم الاشتراك في القناة ودعوة أصدقائكم لمتابعتنا. وفق الله الجميع. تحية الأستاذ أحمد الطيف، إلى اللقاء.